انت عامة شخص بيحب المفاجآت ولا مالكش فيها؟ اعمل ولا يتعمل لي الاتنين. لا، انا بحب اعمل مفاجآت، لكن ما يتعملكش مفاجأة؟ واحب يتعمل لي مفاجآت جدا. احلى مفاجأة حبيتها في حياتك، بس هتقولي من مين؟ احلى مفاجأة اتعملت لك في حياتك؟ لا، ممكن اقول لك احلى مفاجأة انا عملتها ايه؟ لسه من اسبوعين او عملت من ايه؟ 3 اسابيع، في بنت اسمها نيرة عازفت فلوت وهي من متحدي الإعاقة، فكان عندي برنامج ندي أدي هدية لحد أثر فيا أو علمني حاجة، فروحت لها مفاجأة في بروفا وهي بتلعب فلوت، فما كانتش مصدقة، فدي أحلى مفاجأة أنا عملتها لحد. يا روحي. لا، في مفاجأة تانية. إيه؟ مرة في عيد الأم لوالدتي ربنا يديها الصحة، كانوا عاملين قدام العمارة كده اللي هي ساكنة فيها بانر بتاع اوت دور، فأنا حجزته قبل عيد الأم وكتبت لها كل سنة وأنت طيبة مصطفى على البانر، انبسطت قوي. ربنا يخليها لك يا رب. أمين، وكل الأمهات يا رب. اللهم أمين يا رب.